شو احسن بيلد لهي كريم؟ او بي جي جي حبيبي، فوق او بي جي جي. شوف او بي جي جي كويس، ايز رشور كانكرر ما ادري والله، ماني متابع. فوق او بي جي جي وشوف حبيبي ايش يختار، واختار زيهم. الايلو هذا اللي انت فيه، يعني انت جديد في الجيم زي كذا او مو جديد يعني في الايلو الواطي، امشي على ايش او بي جي جي يقول لك، او بي جي جي، يودا جي جي، بليتس، اي واحد منهم اختار امشي عليه، ومالك صلاح ايش الناس يقولوا. ولين ما تتمكن من الجيم وتفهم يعني احداثياته وتفهم شغله كامل، بعدين تبدا تفكر في الحاجات اللي بعدها، ايش ابني ايتمز، ايش ابني مدري مين، ايش احسن شيء. ليش ما تحط ترايمف؟ ترايمف از ان اي دي سي، يعني مو كل الاي دي سي ترايمف عليهم، الاي دي سي شورت رينج اللي يجي جنب الزحمه واللي يخشوا زي سمير وزي هذا ممكن ترايمف كويس عليهم، بس كيتلين ترايمف از نوت ذا بيست. كيتلين توقف مره من بعيد، تضرب مره من بعيد، بريزنس اوف مايند، وما نريجن احسن معايا، يومي عندها هيل وما يحتاج اخذ، يعني ليتل تمبو كويس مش بطل. عندنا 2 اي بي و2 اي دي، تيم كومب حقنا كويس ما هو بطل طبعا اف دي بلاي ويل. انا لما اشوف كاسيوبيا في الهيلو هذا عارف انه زبال، بس لما اشوف 0 6 5 0 3 2 0 5 كاسيوبيا اقول مر ولا ما نقول اسمه. كل جيم لعب بقارن، اوكي اكاونت جديد جالس يلعب قارنات، اول مره لعب كاسيوبيا. ثلاث سؤال شيخ، مات مات تصيبته كان مات مني، بس يجي يجي فيه. جات فيه. How did it... ليه جات فيه؟ ليه 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 جات فيه؟ قولوا لي ايش الرينج هذا يا عيال؟ كان عندي فلاش وعندي الشغل كله، قلت اطلع برا يسوي شيل. يا الله فيه برضه تكتر ولا ما تكتر؟ ليجي داي. اوكي تقريبا ني
ايش اللي صار؟ ليش الاي ما اشتغلت؟ الاي حقتي ما اشتغلت. ارجع ارجع بيل انت بيل عشان احتاجك. I'm fine, don't open. مين اللي مات؟ الحمد لله. فكني. متى استخدمتها؟ ماي جاد، عندي الالتي وعندي الفلاش. عندي الفلاش وعندي الاي، بس قلت انت حتفكني. طب اهرج، ما سمعت والله. ماي باد. عندي فلاش وعندي هيل، خليها للجيم الجاي. ايش رانكك الحالي؟ برونز. هذا الاكونت حاليا سيلفرون اظن، في البرومو حق جولد اظن. انت يعني رانك الاكونت هذا سيلفر 1 جولد، واعلى رانك وصلت له انا برونز 2. انت كده صدقت يعني؟ والله لو كل الناس زيك يا تيتي كان كلنا بخير. والله كلنا بخير الحمد لله يا شيخ. الله يسعدك. يو ميد ماي دي. المفروض اني اقدر اكتب دحين. اوكي اورد ات. يسوي فلاش. انا مستغرب هذول سلافر يا عيال، هذول سلافر جالسين يلعبوا تاور دايفز وفريز مع انهم زبالين. شن زبال صراحه. مات. اللي يسوي المدربين كله خلاص. والله جيم سهل يا يعني. اتكريت فيه. احلى شيء you learn how to get carried. في سكيل في الجيم هذا اسمها learn how to get carried. لو انت ما انت فايز اللين مو لازم انت اللي تفوز الجيم. لو انا ماني فايز اللين والجنجل ما جاني انا حقتله فاخذهم معايا، انا حانزلهم في الحضيض ما يفوزوا. احلى فوز في الجيم يا يعني. الفوز اللي ما تسوي فيه ولا شيء، you just run around.